هات باختيرا رونالدو بيكي وجه لوجه رونالدو رونالدو يمر ضربة جزاء الحكم يعطي ضربة جزاء سيناريو سيناريو رونالدو شوف الكرة والضربة جزاء لا نقاش فيها تدخل بيكي واضح واضح وفاضح ضربة جزاء قرار سليم من أونتيانو مالينكو البداية نارية مدريدية مشاهدينا الكرام رونالدو وحده وحده أغلى أنداده ب 94 مليون يورو يمر أمام جيرار بيكي هذه المرة يتقدم نجم الكرة ويمشي رونالدو جول وحده وحده دائرة التورنادو يطير 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 كريستيانو الرهيب كريستيانو رونالدو العجيب هو مرعبهم هو مفزعهم كل مرة يكسر الجرة الأقدام البرتغالية تعانق العالمية هدف رونالدو يا سادة للمرة الثامنة كالعادة العب يا فتاك اتكلم يا غازي الشباك هو معذبهم كل الكلام شوية على رونالدو الأحلام الريال 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 بثوب الأبسكيتس ولا تمر دفاع وعكس الهجوم للدي ماريا دي ماريا يحاول المرور أمامه جول رونالدو جول الريال 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 الليلة بثوب الأبطال احكم يا الملكي بحكامك في الكتالونيا انت سلطانك الريال مدريد مشاهدينا الكرام بالسيمفونية المدريدية شيء كبير يا عمري رونالدو وحده وحده هو التورنادو كريستيانو الرهيب رونالدو العجيب سجل يا مرعبهم العب يا مفزعهم في كل مرة رونالدو يكسر الجرة قلت مشاهدينا الكرام دي ماريا في البداية ورونالدو في النهاية والشباك الكتالونية هي الضحية اتسلطن يا امبراطور ومتع الجمهور قلت يا مشاهدينا ما كيفك حد يا رونالدو شيء عجب يا كريستيانو والله الحراس تخاف منه يا ناس هو رونالدو اكبر قناص تسونامي مدريدي مشاهدينا دي ماريا او مسعود اوزيل في حالة وصول كاليخون بالراس بالراس فران 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 زلزال زلزال في ملعب الكامب نو قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فران هو السلطان ينهي على احلام برشلونه في هذه الليله المضمونه لريال مدريد مشاهدينا الكرام ماذا يمكن ان نقول يطير يطير فران فران القدير هدي 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 يا ريال مدريد يا متحدي انت بالفعل السلطان وتحكم باحكامك في هذا الزمان ريال مدريد مشاهدينا الكرام يحييكم ويمسي عليكم بأحلى سمفونية وبأجمل رأسية فرنسية في هذه القمة النارية وشل ألبا إنيستا وألبا جول 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 الكتالوني يرجع في المباراة بهدف واحد إلى حد الآن يرضي جماهيره في هذا الحضور كرة من لمدريا من أندرياس إنيستا واليسارية من جوردي ألبا تغانت المتمرس دييغو لوبيز هذه هي الكرة اللي يبحث عليها برشلونة في الانترفال في العمق الدفاعي على الأطراف